ستيسير هنا يعني يخطر على بالي سؤال، وكيف أن هذا الجندي الصهيوني هو أصلا مدجج بالسلاح ولديه ألبسة خاصة ربما بملايين الدولارات حتى التي يلبسها، كيف لكم هذه الشجاعة والجرأة على الاقتراب منه وربما أسرى وأخذ سلاحه وما إلى ذلك؟ نعم، أنا حتى نذكر للتاريخ، نحن التقينا في داخل السجون خلال العشرات السنوات التي عشناها. أنا قرابة 20 عاما عشت في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالعشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أبناء كتائب عز الدين القسام. تجاوزت الخلايا العسكرية التي كانت مهمتها وتكليفها من قيادات العمل العسكري وقيادات الحركة بتنفيذ عمليات أسر ضد الجنود الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 50 خلية. استطاعت ال50 خلية هاي أن تنفذ عمليات أسر 20 جنديا، قتل منهم 15 جنديا أثناء تنفيذ العملية أو بعد نفاذ الموعد الذي أعطته كتائب القسام. وهنا نذكر العمليات التي حدثت في عام 89 في قطاع غزة، وعمليات قائد الوحدة الخاصة في كتائب عز الدين القسام الأستاذ محمود عيسى، وما زال أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. نفذ عملية تولدانو التي على أثرها تم إبعاد أكثر من 450 مقاوما فلسطينيا أو مواطنا فلسطينيا إلى مرزوه. نحن نفذنا عمليات في الاحتلال الإسرائيلي. ومن اللافت أن أهل مدينة القدس هم من أكثر الذين نفذوا عمليات أسر للجنود. من 15 جنديا اختطفوا أو أسروا، 8 منهم نفذوا على أيد مدينة القدس وأبناء كتائب عز الدين القسام. يوجد مادة في إحدى الصحف نشرتها قبل أكثر من 12 سنة تتكلم أن كتائب عز الدين القسام تتكلم، وهي بحينها كان الهدف منها أن نعلم الناس كيف أن لمدينة القدس ولأبنائها ومقاتليها من كتائب عز الدين قسام العمل مميز ضد الاحتلال. وكان أبرز عملياتهم أسر الجنود والحافلات التي اشتهرت فيما بعد أن الحافلات التي نفذ فيها عمليات نوعية فدائية في مدينة القدس ومحيط مدينة القدس كانوا انتقاما للعديد من الشهداء، مثل انتقام ليحيى عياش. كلنا نذكر أكرم القواسمي وهذا الشاب الفلسطيني الذي ما زال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كيف ابن مدينة القدس ذهب ورتب ونقل المهندس وأحضر الاستشهاديين ونفذ عمليات رد على اغتيال ابن الضفة الغربية يحيى عياش بعمليات ثلاثية في عسقلان ومحنيودة ومدينة القدس، أدت لمقتل أكثر من 45 من جنود الاحتلال ومستوطني وإصابة أكثر من 200. هذه الأعمال المتميزة لأهل مدينة القدس ولكتائب القسام في كل فلسطين، وكان العديد منها عمليات مشتركة. وأنا أذكر منها عملية قتل الرقيب في الاستخبارات العسكرية في مدينة الخليل، نفذها فلة من 3 مدن رئيسية، مدينة الخليل ومدينة غزة وخان يونس ومدينة بيت لحم. هذه الثلة من المجاهدين نفذوها بسلاح غنموه أبناء مدينة القدس، السلاح الذي أنا غنمته. وهذا جزء من حالة التكاملية كانت، ومثل ما يحدث الآن غزة تدافع وتقاوم عن الشعب الفلسطيني، الضفة بما يمكن من إمكانيات ومن وجود أكثر من 100 ألف جندي وأكثر من 50 ألفا من الأجهزة الأمنية التي تنسق مع الاحتلال الإسرائيلي، وبما فيه من قلة سلاح وحصار في الضفة الغربية. المقاومة ما زالت تقوم، ورأينا قبل يومين أسيرا فلسطينيا من أهل القرآن ومن أهل العلم مراد النمر الذي عاش معنا لسنوات داخل السجون، يقوم هو وأخيه بتنفيذ عملية نوعية في مدينة القدس، هي ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة ودفاعا عن المسجد الأقصى. باعتقادي أخي الكريم أن كشعب فلسطيني منذ أكثر من 70 عاما، وأنا أقدر أن مقاومتنا ليس فقط من الاحتلال ضد الاحتلال الإسرائيلي، كانت من عام 1917 ضد البريطانيين عندما أخرجونا من هذه الدولة التي كانت تشملنا وقاتلونا وحاربونا ورسخوا وجود الاحتلال الإسرائيلي بسلاحه وجنوده حتى عام 48 عندما احتلونا قبل 75 عاما. باعتقادي أن كل مدينة وكل قرية وكل
مخيم في فلسطين له من التاريخ الذي يفتخر فيه، كما أبناء مدينة القدس الذي لهم تاريخ عريق يفتخرون في مشاركتهم في العمل المقاوم ضد الاحتلال، وبانتمائهم لحركات المقاومة، وبانتمائهم لكتائب عز الدين القسام وللوحدات الخاصة منهم.